مالك كده بترد عليا الكلمة ورد غطاها؟ يعني بتقول لي إن أنا اتكشفت وعاوز نفتح معاك في الكلام؟ عندك حق. شوف يا طايع، أنا وعدتك وعد. لو عايز تخلع من حربي أنا مش همنعك، بالعكس أنا هساعدك واعتبر إن مهمتك انتهت. لا، أنا مكمل لحد ما حربي يوجع، بس لو عاوز تساعدني صح، عاوز منك خدمة تانية. عايز إيه؟ حربي عاوز يناسبني. يناسبك؟ اشمعنى؟ طايع ومكشفوك؟ أنت عارف قد إيه يهمني مصلحتك؟ أنت مخبي عليا حاجة. أيوه، سرك كبير. أنا طلعت دلال. دلال؟ دلال إيه؟ ما كنتش عاوز أقول لك عشان مش هتصدقني. طيب دلال، أنت هتلوم مقبرة؟ أيوه، في التبة السودا. طب عايزين نسبك ليه؟ عشان بقيت كنز بالنسبة لهم، عاوزين يربطوني، وأنا لا يمكن أدخل أختي في الدايرة دي حتى لو على رقبتي. كل اللي بطلبه منك إنك تهرب أمي وأختي. طب إيه المشكلة؟ المشكلة إن حربي حاطط حراسة على البيت. طب أنا أعمل لك إيه؟ أنا اللي أقول لك ولا أنت اللي تقول لي يا سراج بيه؟ ما أنت الحكومة. ما أنت بتقول لي حربي حاطط حراسة على البيت، يعني ممكن أبعت لك قوة دلوقتي ويحصل ضرب نار وأمك وأختك يتصابوا. طب ولو طلعتهم لك من البيت؟ مش هخلي جنس مخلوق على الأرض يعرف لهم طريق جرة. وعد مني.